نظم حزب مستقبل الوطن بمحافظة السويس مؤتمر تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وبدأ المؤتمر بكلمات لعدد من المتحدثين داعين خلالها الحضور لضرورة المشاركة بالإدلاء بالأصوات خلال الاستحقاق الدستوري القادم. السويس كلهم النهارده مجمعين على قلب رجل واحد عشان يبعتوا رساله قويه للرئيس عبد الفتاح السيسي ان 960 الف نسمه اللي في محافظه السويس كلهم عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله هيبقى ايام الانتخابات الثلاثه عرس لمحافظه السويس ورساله للعالم كله ورساله لمصر كلها ان السويس على قلب رجل واحد. وده مش غريب على محافظه السويس يعني، وكان ده من 24 اكتوبر 73 الرساله دي موجوده. عايزين نقول لكل العالم ونقول لكل الدول مصر موجوده ومصر تنتخب ومصر تختار الاصلح ومصر تختار الانسب لهذه الفتره الذي نراها عصيبه في المجتمعات وفي الدول التي حولنا. إذن لابد أن ترى بنفسك لمن تعطي صوتك، لمن يوفر لك الأمان والاستقرار، لمن يوفر لك الازدهار. أعتقد ما فيش ملف ما اتفتحش، ما فيش ملف في الإنجازات عندنا في مصر كلها، سواء الصحة، سواء التعليم، سواء الطرق، سواء المدن الجديدة، سواء الصناعة، سواء التعليم، ما فيش مجال أو ملف إلا ما الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل فيه بقوة وقرب ينهيه. موجودين في السويس في أرض صمود علشان نقول لمعالي الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي، إحنا معاك، إحنا جنبك، إحنا وراك، إحنا معاك عشان نكمل المشوار. إحنا جايين نقف جنب مصر وجنب أمان مصر زي ما احنا شايفين طبعا الدنيا حوالينا عاملة ازاي، فما ينفعش حد برضو غير رئيس عبد الفتاح السيسي.